السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا اللاب 2، المختبر 2، وحتعرف فيه على 7 سيجمنتس ديسبلاي، نعملها انترفيسنج او ربط في البيك مايكرو كنترولر. تمام. الاوبجكتيف، الاهداف بالتجربة اليوم نتعرف على انواع ال 7 سيجمنت انترفيسنج، كيف بيشتغل وكيف نظهر عليه الارقام او الاعداد من 0 الى رقم 9. تمام. وكمان كيف نتعامل مع الانبوت اوتبوت بورتس في البيك مايكرو كنترول من نوع 16F877A. تمام. الكومبوننتس اللي هنستخدمهم زي العادة هي البيك 16F طبعا 877A، وحنستخدم طبعا المرة هذه السيمبل 7 سيجمنت كومون كاثود. ايش يعني كومون كاثود؟ حنتعرف كمان مرة عليها كمان شوي عليها، بس هي السيمبل 7 سيجمنت. وحنستخدم طبعا الكريستال اوستريتر والكابستر 22 بيكو فاراد زي المرة الماضية. تمام. طبعا البرامج هنستخدمها زي العادة، المايكرو سي زائد مين زائد البروتاس. تمام. المهم الـ 7 سيجمنت ديسبلاي عندنا هما دائما أكثر شيوعا وأكثر استخداما، تستخدم في الإلكترونيات كلها كطريقة لإظهار إيش؟ ديسيمال نوميريك فيدباك، يعني الأرقام العشرية كلها منظرها على تظهر على تظهر على شاشات ليش على 7 سيجمنت هذه. تمام. في الانترنال اوبريشنز تبعت اي نظام داخلي، سواء كان ساعه او بيعطينا درجه حراره او بيعطينا اي مدراج لاي سرعه سياره او غيره، ممكن نستخدم فيها ديجيتال نمبرز ديجيتال ديسبليز، هذول هم 7 سيجمنت. طبعا اللي مش عارف شو بنحكي 7 سيجمنت، هم هذول هم هاي السيجمنت 7 سيجمنت. ليش 7 سيجمنت؟ لانه بتكون من 7 اجزاء. هاي معدهم 1 2 3 4 5 6 7 اجزاء. تمام. وكل واحد له فيهم اسم طبعا، من A B C D E F G 7، شكلهم هذا الشكل او هذا الشكل او هذا الشكل طبعا بالالوان المختلفه. تمام. ده 7 سيجمنت ديسبلاي ريفر تو ليترز من A تو G زي ما احنا عارفين او زي ما حكينا تو قبل شويه. ده 7 سيجمنت ارينجد اس ريكتانجل اوف تو فيرتيكال سيجمنتس، يعني مربعين بشكل متعامد فوق بعض، الشيء الرأسي كل واحد بايش؟ with zero segments on the top on the button. يعني عمليا احنا ايش؟ لو كنا ممكن نخليهم صفرين فوق بعض او بغير ذلك. often the seven segments are arranged على شكل ايش؟ italic مائل او غيره حسب الوضع تبع الديسبلاي اللي عندنا عشان اكثر وضوحا او اكثر تمييزا، بغض النظر كيف بيظهر على الشاشات الرقميه او غيره، مش هي موضوعنا الاساسي، بس عرفنا شو ال 7 سيجمنتس. طبعا ال 7 سيجمنت حكينا شو فيها كومون كاثود او كومون اثود. ايش يعني كومون اثود؟ الكومون اثود انه بيكون في جهه موصوله في في في, في الكنترولر مثلا او في الجهه المزوده بالطاقه الفولت اي بي سي دي اي عند الجي طبعا، وفي عندنا بيكون الجهه الثانيه اللي ايش الجراوند مشترك كومون كاثود. وممكن يكون الكومون انود يعني يكون عندنا مشبوك كله بخط واحد مع بعض من جهه المزود بالطاقه 5 فولت، والجهه الثانيه تكون هي المشبوكه بالارض. تمام. مشبوكه مشبوكه عفوا كل واحد بشكل انديفيدوال بشكل فردي بالطرف الاخر في المتحكم طبعا. تمام. ففي حسب الاستخدام فالكومون كاثود الكومون انود. الكومون كاثود بيكون الطرف الاخر هو المشبوك بالارض من جهة الكاثود اللي هي الأرض، أو من جهة الأنود اللي هي بتكون مشبوكة كلها من جهتها من جهة المغذي بشكل متزامن، وبكون في الحالتين الطرف الآخر هو الحر اللي عن طريق المتحكم أي واحد فيهم يدخل له طاقة كهربية عشان يضوي الليد تبعنا. تمام. لأن كلها بالنهاية حكم على الليدات ورا الإيش ورا شحطة من الشحطات السبعة هذولا، ولما يضوي مثلا الـ A بصير وراها ضوء الـ A، لما يضوي الـ A والـ B والـ F والـ C والـ D والـ E تطفي الـ G لحالها بصير عندنا ايش؟ ضوء كل الدائرة، يعني صار صفر. تمام. وهي القصة لما بدنا يضوي مثلا الـ A والـ B والـ G والـ F والـ C والـ D بصير عندنا مضوى كل منطقة ما عدا الـ E طافي، يعني بصير رقم 9. تمام. هي الفكرة انه نضوي ايش نضوي وراهم بالضبط، فلما بيضوي وراهم بيعمل ديسبلاينج لمين؟ للرقم حسب كم سيجمنت ضوى وبأي ترتيب بيطلع رقم عندنا. لو ضوينا البي والسي لحالهم بيطلع عندنا رقم واحد مثلا. لو ضوينا الرقم اللي هو اي اف جي سي دي مثلا بيطلع عندنا رقم 5، اي بي جي اي دي بيطلع رقم 2، وهكذا يعني. فهمتوا كيف؟
فهاي القصة ديسبلاي كيف ديسبلاي، والكومن اثود الكومن اوت حكينا عنها ايش تفاصيلها، وبدناش نحكي انا ممكن تشرحها بزيادة. الاكسرسايز تبعنا هنا المقصود فيه انه احنا نعمل كونكت للسيركت، تمام؟ هنعملها كمان شوية في الجسم، وحط صورتها في الهام في ان شاء الله في اللاب، لانه مش حاطه مش حاطه الصوره في اللاب لانه مش طابعها من البرنامج، بس هنعمل سيركت بلو، هنعمل كونكتنج ونحط لها البرنامج هذا اللي تحت عشان يعمل ايش. البرنامج كتبته هنا عشان ينفذ المطلوب منه هو اظهار على الشاشه مجموعه ارقام من 0 الى 9، تمام؟ الان هي بليس ذا كود بلو ان يور مايكرو سي برو فور ايش بيك كومبايلر، نعملها عشان تظهر الارقام من 0 الى 9 حسب ما هو مطلوب، تمام؟ حسب ما هو ايش؟ حسب ما هو مطلوب، هذا المطلوب هنا موجود، اوكي. طبعا البرنامج عندنا سميناه شو 7 سيجمنتس كاونتر يوزنج بيك كنترول 16 877 A، حنعرف عندنا هاند شاركتر اي انسايند شاركتر اللي هو الباينري باتن، اللي هو هيك يعني عمليا احنا بنيجي يعني هذول كلهم سطر واحد عمليا، هان التعريف وهنا بعديه، لانه عمليا ما حطيناش سيمي كولون هنا، فبالتالي كله صار سطر واحد بسبب عدم سعة الصفحة، صار سطرين بس هو سطر واحد. هذه الان عشان تكتب شاركتر معرفة الباينري باترن اللي عبارة عن اري، هاي الاري بيشمل هذول الارقام، هذول ايش بالضبط؟ حاحكي عنهم كمان شوية. نبدا هان في المين بروجرام، عندنا المين بروجرام زي العادة في فويد مين، بلاقي في قلبه هنعرف عندنا تريس بي، يعني هنعرف ايش البورت بي عبارة عن ايش اوتبوت بالضبط. وتريس بي بدينا عرف تعريف اولي، البورت بي عرفنا بدينا ايش اصفاء، بدينا ايش صفر صفر ضغط ايش صفر صفر 100%. اوكي لقيت نيجي وايل انه هذا برضه ايش انه هو عليه نبدا انه بعض البورت بي في البداية صفر، نعمل الانفينيت لوب اللي هي الوايل عشان تعد اول باول، تعد على طول بشكل ما تقفش، تمام؟ وبنقول له اف اي اكبر من 9 يعني صار 10، بنقول له اي بتساوي ايش؟ صفر، يرجع كم مره للصفر، تمام؟ وغير هيك بقول فور اي بتساوي صفر، لعند اي اقل من 10 يعني عند 9 صارت، بزود واحد واحد وبعمل شو هو؟ بقول بورت بي بتساوي الباينري باترن اوف ايش؟ اوف اي، يعني باينري باترن اوف 0 1 2 3 4 5 حسب ايش؟ الكاونتر اللي عندنا هان وين وصل لهان، والباينري باترن زي ما احنا عرفناه فوق اللي هو عبارة عن الاري هذا اللي هو بيعد لنا الاول الثاني حسب شو 0 1 2 3 4 5، زي ما عارفين الاري بيعدش من واحد بيعد من 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بالضبط، يعني عدينا من 0 9 هذه القيم. طب شو هي هذه القيم المخزنة في المخ في المكان الاول والثاني والثالث اللي حنظهرها عن طريق الفور لوب على الشاشة؟ ليش حكيناها بالاسم بالطريقة هذه؟ تمام، طبعا كل مرة بين الديسبلاي على الشاشة هذه بورت بي بتساوي كذا، حطلعها عنا عشان تطلعها على البورت بي عفوا، هنعمل ديلي بقيمة مثلا 1000 ملي سكند، يعني حوالي ايش؟ 1 سكند ديلي، تمام؟ هذه القصة كلها ديلي ملي سكند هنا بالألف، تمام؟ اوكي نيجي هنا على نفهم شو هم بالضبط، هذول كان هو الارقام اللي حطيناهم في الديسبلاي او هذول الرموز، هذول عباره عن هيكسي ديسيمال نمبرز، هيكسي ديسيمال ايش؟ نمبرز. نيجي عليهم بنلاقي النمبر مثلا صفر، النمبر صفر عشان يظهر عندنا لازم يكون عندنا هاي الترتيب A B C D F G A B C D E F G، تمام؟ عشان هذا يكون صفر لازم يكون كله عندنا واحدات، هان هيا شايفين كيف سي دي اي اف جي، تمام؟ سي دي اي اف جي سوري المفروض يطلع عندنا هون فبيطلع عندنا الرقم عمليا اللي هو الاف والثلاثة معها، تمام؟ نيجي على الستة فمفروض يطلع عندنا هان، نكمل الآن بعد ما ظبطنا الجدول لأنه كان في شوية مشكلة في الأكواد هان زي ما لاحظنا قبل شوية. المهم هاي بيطلع عندنا مثلا عند رقم صفر صفر نمبر صفر، هي بيطلع عندنا ايش؟ بيطلع كله في الـ A B C D E F كله ضو، والجي فقط هي ايش؟ اللي عندنا عن صفر، الجي هي عبارة عن ايش؟
صفر زي ما احنا ملاحظين. طبعا البت الثامن هذا كله اصفار زي ما ملاحظين، كله بت بيطلع برا لانه عندنا هم بس ايش 7 سيجمنتس، فالثامن بيطلع برا الموضوع. تمام، اكيد نجي على الواحد. الواحد فقط بضيف يا اما الاف والاي يا اما البي والسي، حنختار واحد منهم. ما بيختار هو ايش البي والسي انهم وحدات. تمام، والباقي كله ايش عباره عن اصفار. تمام، تلاقي عندنا بي سي جاي عندنا ايش هو ايش الوحدات اللي عندنا هنا. طبعا بيجي على رقم 2 على سبيل المثال، رقم 2 اي اف جي سي دي حيكون مضبوط. ها تلاقي عندنا هان اي اف، هان رقم 2 حيلاقي عندنا اللي هو اي بي جي اي دي مضبوط، اي بي جي دي واي قصدي اي بي سوري اي بي جي دي طبعا موجوده معهم، وهي الجي كمان الجي موجوده والاي والدي مضبوط، هايهم هون كلهم ضوئيين. بالتالي بناء على كيف ايش بيضوي هنا بكون مقابلها مقابل السيجمنت هذا اللي هو سيجمنت مثلا اي او بي او سي، بيطلع عنا ايش بيطلع عنا رقم ديسبلاي على الايش على 7 سيجمنت ديسبلاي. تمام، لو دققنا في الموضوع لو قسمناها حنلاقي عندنا 1 2 3 هاي 4 وهي كمان 4، يعني هنا 4 وعندنا كمان ايش 4 بت. فهناخذهم على الهكسا ديسمال بنلاقي هذه قيمتها شو بالضبط، هذه قيمتها في الهكسا ديسمال عباره عن ايش عن الاف، وهاي اللي هي 0 اللي 1100 بتساوي 3، فبيطلع بالهكسا ديسمال هاي الرمز 0x3f حسب عشان نحط ندخله على المايكرو كنترول بطريقه الهكسا ديسمال في الرمز هذا. هنلاقي عند مثلا عندي من الثمانيه كلهم ضوء كلهم وحدات، شايفين كيف a b c d f كلهم وحدات زي ما احنا ملاحظين. اللهم ان عندنا البت الثامن بضويش لو مش لازم اصلا انه 7 سيجمنت، وهذا بيطلع عندنا 7 ايش اف. هنلاقي عندنا ايش الاول اربعه هان عباره عن اف هيها تمام، وعندنا الثلاثه وحدات هم عباره عن السبعه. تمام، هيك اظن الموضوع فهم ووضح ايش معنى الرموز هذه وكيف نوصلها. انا في الكود البرمج تبعنا بنستخدم هذول كاري، بنخزنهم في داخل اري. تمام، في داخل اري هنا موجود باينري باترن سميناه عشان الباترن يبين الباترن هنا على الشاشه، سميناه ايش اري، عملنا اري من 7 من ارقام التسعه من صفر يعني من 10 خانات من 0 الى 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 عفوا بدون 10 طبعا حسب الجدول اللي حق. تمام، هيك بكون وضع عندنا ان شاء الله موضوع التاسك تبعنا او اللاب 2 الاساينمنت اللي عملناه تو. اوكي، الان ايش نعمل؟ بدنا نروح على ايش مثلا نعمل فايل نيو بروجكت في الايش ونختار نسميه مثلا البروجكت تبعنا الجديد ايش 7 سيجمنت، ونخزنه وين؟ طبعا زي العاده على الديسكتوب حاطين جدول خاص ملتح سميناه اللي هو بيك 16 اف سيموليشن بالبروتاس، وبدنا نسميه فولدر جديد 7 سيجمنت. اوكي، ونخزنه هان تبع نيو بروجكت مظبوط 7 سيجمنت كذا ممتاز. نكست هاني كرييت سكيماتيك فورم طبعا بدنا اياه وديفولت 100%. نكست هناخذ بدناش هذا بدناش اياه. نكست ناخذ طبعا كرييتيف فورم وير هناخذ ايش اللي بدنا اياه من هان، هنختار الايش اللي هو من البيك 16 الفاميلي، ونختار ايش 77A زي المره اللي فاتت طبعا بيك 16F بيك 16 اف الدوري تحت لعندي مثلا 877 اي 877 اي هاي 877 هي تمام. ونكست اوكي فينش حيطلع عندنا لحاله، بيطلع طبعا عندنا هذا السورس كود كيف شكل الكود البرمج عندنا باللغه من لغه يعني السي نفسها بدناش اياه، حنروح على ايش على بلو بايسس طبعا زي العادة. هذا الدعم جاي في طريقنا نحطه على جنب، هو ده عبارة عن الباور سبلاي المولد الطاقة السيستم تبعنا بدنا نجيبه هنا. تمام،
زي العادة بدنا ايش ناخذ القطعة اللي قلنا عنها في الاسايمنت، نرجع على الاسايمنت تبعنا طبعا، وبنلاقي انه مطلوب عندنا هان ايش عندنا مطلوب كان في الاسايمنت تبعنا ايش. اول حاجة البيك، بعدين 7 سيجمنت كومن كاثود، ناخذ نطلع هان بنقول له بدنا من اللايبرري بيك فروم اللايبرري، وبنقول له بدنا ايش بدنا طبعا هان لازم ننتبه لو كتبنا 7 سيجمنت ورا وفوق حيودينا اشياء تانية. احنا بنروح على اوبتو الكترونكس، اوبتو الكترونكس وبندور فيها تحت، لما نلاقي 7 سيجمنت هنلاقيهم موجودين هان 7 سيجمنت، ونلاقيها ايش الجينريك 7 سيجمنت الكترونكس، ايوه هان اوبتو الكترونكس. وبعدين بندور على 7 سيجمنت، طبعا الحكايه زي العاده لازم ندور ونطول بينها وندور. ايوه نعم، فعندنا هنلاقي مجموعه هان اللي هي ايش مثلا عندنا ريد وعندنا هان ريد مع 1 ديجيت كومون، فاحنا بدنا ايش كومون كاثود، طبعا هاي بدنا اياه الارض بدنا شيء بدنا احنا كاثود، بس هنلاقي طبعا مجموعه ثانيه هي بلو وكذا و2 ديجيت و4 ديجيت، هذا بدنا اياه بعدين. ماشي، هناخذ عندنا ريد ايش كومون كاثود تمام، على ايش على انه بس 1 ديجيت، يعني بعضنا بس ايش رقم واحد، نقول اوكي حيطلع عندنا هان ايش ال اسمه هيطلع لنا هنا كومن كاثود 100% زي ما هو بالضبط كان مكتوب عندنا في الاسايمنت كومن كاثود، يعني عندنا الجهه الثانيه هي المربوطه بالارض. نيجي كمان بدنا ايش قلنا كمان مره بكيف المابري زي العاده نعمل ايش ك ف سي تور كاباسيتورز كيراميك تمام سيراميك، وبعدين بندور على 22 بيكو فراد زي ما المره اللي فاتت سيراميك بيكو فراد 22 اوكي اخترناه، واختار كمان مره شو قلنا نختار اللي هو كريستال زي العاده بندور كريستال هاي كريستال كوارتز اوسيلاتور طبعا اوكي اين الان لقينا الكريستال بالضبط نحطه هنا نعمل له كمان مرة روتيشن كلوك وايز بصير كده مظبوط، طبعا لو كبرنا الصورة شوية بصير أوضح ولو زغرناها شوية بصير يعني مناسب. بدنا طبعا هنا الايش ال الكاباسيتورز هاي واحد هنا واحد هنا وصلناهم هنا، وبعدين أخذنا وبعدين وصلنا من هان وصلنا مرة تمام. نيجي وبدي أوصل هنا طبعا الديجيتس تبعون 7 سيجما تبعونا بالترتيب على البورد بي طبعا بضل عندنا في الحالة هذه نجيب ايش
الجراوند، جيب التيرمينيشن هان، ونجيب الجراوند من هان، بنحط الجراوند واحد كمان جراوند هنا، بنوصل الجراوند هذا. اوكي عندنا جراوند تمام هيك، ونعمل تخزين للبروجكت. بكون عمليا احنا بالنسبه لنا شغلنا هنا انتهى. ضل نعمل دبل كليك كان، وبنحط نظبط هذا على ايش، على 16 ميجا هرتز زي العاده. سيف، وبنروح عندنا هنا وبنعمل فايل نيو بروجكت، بنلاقي ستاندرد بروجكت نيكست، بنقول له بنسميه ايش، بدنا نسميه 7 سيجمنتس. تمام، نسميها 7 سيجمنتس، وناخذ هنا برضه اللي نظبط 16 ميجا هات. طبعا الفم اللي بيختلف من ورا الفاتحه حضله زي ما هي، ونعمل هذا البراوز، نخزن وين، على الديسك توب. هنلاقي عنا ايش البيك اللي هو، هنلاقي عنا هان بدنا نعمل فولدر جديد ونسميه 7 1. المايك مصيب، نخزنه جوا احسن، نسميه ايش 7 سيجمنت. اوكي مايكرو سي 7 سيجمنتس، خزناه ننتهى ال 16 ميجا. اوكي فاميلي 677 اي مظبوط. ليش النيم اللي قال في خطأ، في شيء مش مظبوط، بعرف ايش. طبعا كانت المشكله قبل شويه انه هنا كان في 7 سيجمنت بالرقم، مش اسم البروجكت، ما ينفعش يكون في رقم، يكون مكتوب 7 سيجمنتس بالحرف الكبير. تمام 7 سيجمنتس وخلص، حروف مش كلمات. وبنختار طبعا البراوزر، نفتح على الديسك توب، بنلاقي عندنا المايكرو سي، هنلاقي 7 سيجمنت الفولدر بنقول اللي عملنا قبل شويه، بنخزن فيه نكست، بيمشي الحال. بدناش نعمل ادنج لاي شيء، فنقول له فينش. هيك بكون انتهى عندنا فتح البرنامج. زي ما حكينا قبل شوية، ممكن نعمل هنا ايش void main، نبدأ البرنامج تبعنا. طبعا زي العادة هناخد نفس البرنامج تاع المرة اللي فاتت، لا خلاف عليه بالضبط. هنلاقي نبدأ عندنا مثلا ايش في ال ISV يساوي ايش قلنا 0x00 عشان تصير ايش output. بعدين نقول له هان بورت v يساوي 0x00 هذا عشان نحدد المقوم. بعدين طبعا زي العادة نعمل while 1 انتر، وعندنا هنا نبدي ليش الوايل، وبنسكرها عشان ما في اي خربطه، وبنقول له هان اذا حسب ايش الموجود عندنا في الاساينمنت. ترجع الاساينمنت، بنلاقي الاساينمنت بيقول لنا شو هان، بناء على الشرح بدنا في البرمجي، في البرمجي نحط ايش واحد الكومنت انه هذا بيعمل عمليه 7 سيجمنت كاونتر يوزنج كذا كذا، يوزنج ديسبلاي، بنحطها قبل ايش اول شيء فوق عشان اسم البرنامج. تمام اوكي، الان مطلوب منا عرفنا البورت انه هان ايش تريس بي انه بصير اوتبوت، فعرفنا البي كله انه اوتبوت عن طريق التريس بي. تمام، عرفنا كديفولت فاليو اول شيء انه يكون عليه اصفار صفر على الاوتبوت. تمام، بيجي عندنا
الاوت الواي الواي بنطلع على السيجنال على الاوتبوت تبعنا القيم اللي ايش الموجوده حسب المطلوب. طبعا حكينا هاي تريس بي ان واي ال1 كذا، بدنا نقول انه نعمل ايش نعرف احنا طبعا هذول الارقام هنا بدنا ندخلهم كاري زي ما حكينا قبل شوي عشان نطلعهم بعدين كاوتبوت على الكود. فبنعمل هان ايش بناخذ انسايند كاركتر وبناخذ هذه الارقام كلها اللي هي من بتعد ايش بتعد لنا من وين بتعد لنا من 0 لعند 9. هنلاقي عندنا برضه احنا بدنا هان كمان ايش char نسميه i عشان ايش الفور لوب مظبوط. طبعا هنعرف الفور سوري راح المؤشر فور i بتساوي 0 واي اقل من 10 هنقول له اي ايش بلس بلس هيعد بعدين يبدا عندنا فور لوب جديده في قلبها هيعمل التالي ايش هيعمل في قلبها هيروح يعمل ايش هيعمل عندنا انه يعمل يعمل سنس الباينري باترنز على البورد بي تمام هذه عملها تمام فايش نعلق عليها فوق تكون مفهومه ايش وضعها فبنقول له هون ايش this for loop تعمل كذا نقول له بعدين ايش بورد بي بتساوي ايش الباينري باترن اللي فوق هان عشان ما نحطش في الاملة نحطه زي ما هي نحطه كده ونقول له بس مش اي واحدة اللي في الموقع ايش اللي عليه الدور هلقيت اللي هو بكون مثلا ايش اي مثلا تمام فبيطلع عنا فبهاب البورد دي بحط ايش في الباينري في البتن اي بصير عشان يكون صفر بطلع لنا هذا اثنين بطلع الصفر بطلع الصفر واحد بطلع ايش او 6 اللي هو رقم واحد بعدين 5 بي اللي هو رقم اثنين مثلا او هكذا تمام وبعدين ايش بنعمل بعدين لازم نفحص نشوف وايش صار معاه بعمل طبعا لازم ناخر الشغل تبعنا على مقدار قديش ثانيه كامله فبنقول له هان ايش ديلي ان ملي سكند ايش بين قوسين 1000 وسكر لقيت بس في عندنا مشكله لو بنا يعد لنا طبعا كمان ديلي لاقي هان عليها الديلي الديلي اوف 1 سكند عشان كل مره ايش يستنى الثانيه حتى يخلص شغله. الان في عندنا مشكله هي ايش انه لو كان عندنا طيب ايش الفور قصدي الفور خلصت تعد لعنديت وين لعنديت ايش عند 9 ايش حيعمل؟ حيطلع كم مرة على الاي؟ طب مش حلاقي حل حيلاقي حيعمل ستاك، حلاقي الاي مش معرف الان، يعني الاي ايش؟ في عندها مشكلة انه بتعد لل 10 تخلص الفور لوب، طب بيطلع برا على الوايل، الوايل مستمرة الى الابد، اللي هي وايل 1، طب ايش حيعمل؟ لقيت كيف بده يضل يعد يرجع كم مرة يعد من الصفر؟ ونقول له اف اي ايش مالها؟ اكبر من ايش؟ من 9 تمام اذا اكبر من 9 ايش يعمل اي بتساوي ايش صفر وهذه وظيفتها اللي كانت موجوده السطر هذا عندها اذا كانت ايش اي اكبر من 9 اذا اي بتساوي صفر بعدين بعيد كم مره اللوب تمام اوكي بالتالي هيك صار الكود عندنا تبعنا شغال او عمليا احنا عملنا ايش عرفنا كل الاشياء المطلوبه عندنا من الفويد مين البرنامج كله من اساسه صار معرف 100% الامور حاول نعمل كومبايل ونشوف ان شاء الله فيش مشاكل في مشكله ايش هي المشكله هان انه هذا انفيرت اكسبريشن سيجمنت كذا شو ماله شار اي
ليش مش عارف مش. طبعا الملاحظ ها انه الواحد مش لازم يغلط في اشياء تافهه، حتى كمان مثلا انه يدخل في داخل الايش، في داخل البويد مين الديكلاريشن، لازم الديكلاريشن يكون كله برا هان، فالكاركتر اي والانسن مش بكون بعد التعريف البورت، لا بكون بالاول. لما يحطهم الكاركتر اي هن كذا، هنا تعريفهم قبل الفويد مين، نتذكر حفظنا نعمل كومبايل، هاي كومبايل للبرنامج 100%، وبعدين بنيجي عليه على ال على المايكرو تبعنا اللي هو على البروتاس، وبنفتح المجلد بنلاقي في ال 7 سيجمنت المفروض نلاقي هيكس فايل تبعنا. seven segments open okay ونعمل simulation هان مش حيمشي، مش ماشي ليش؟ يمكن هان شوف الأساسي ونقول له لازم نشوف فيها موجود، بنلاقي أيوة هنا 13 ميجا بقى، كان ميجا مش عم مش مغيرينه زي المفروض. اوكي نجرب الان. طبعا لو لاحظنا قبل شوية ما اشتغلش الموضوع معنا السيموليشن، هي عملنا كم مرة هنا سيموليشن سيموليت بيطلع لنا ضو هنا، لكن فيش شيء مش على الناتج. اوكي نشوف المشكلة وين، ايش نسينا نعمل، نكبر شوية الخط تدعس هنا مثلا، هنلاقي هنا عنا الاوسليتر المتوسع على 1 ميجا مش مزبوط زي التكت المزبوط اللي عملناه على مين؟ للمعالج ولا في البرمجة. فنحط 16 ميجا اوكي، ونجرب الان نزغر الخط ونشوف احنا عنا هيشتغل مش هيشتغل. اشتغل برضه في مشكلة ما اشتغلش، نعمل ستوب. المشكلة يمكن قد تكون في مكان اخر، وهو انه احنا مثلا ما عملناش ابلود للمين؟ للفايل مزبوط. بنروح على الديسكتوب كم مرة، بندور على الايش على البيك 16 اف تبعنا المايكرو سي 7 سيجمنت، بنلاقي الهكس فايل عندنا هنا، دبل كليك عليه ونقول له اوكي. الله يكون انا اشتغل مظبوط، تحمل الفايل مظبوط، حطه انتر. بدا يعد عندنا الكاونتر تبعنا، هاي 0 1 2 3 4 بعد بشكل انفينيت لوب 9، بعدين بدا كم مرة من الصفر حسب متوقع 9 صفر مظبوط. طلع انا اللوب اشتغل مظبوط وهي بكمل شغل. يعني كله الحكايه تعود وتمرس، مش بشتري الشغل هذا كل يوم الا لما غلطت غلطه هان ولا هان في البرمجه، لكن كله مع التعود ومع كثر الشغل بلاقي الواحد اخطاه فين. طبعا لان الواحد بالنهايه برضه بينعلن وعنده شويه خبره مسبقا يكون عارف قد تكون اخطاء البرمجيه وين بسبب خبره العمل في البرمجه طبعا، وبعض الايش الجس والفيلينج الشعور بالموضوع بتطور بتنمى مع كتر الممارسة، لكن بالنهاية بشتغل الموضوع تمام، بشتغل الشغل تبعنا 100%. هيك بنكون خلصنا التجربة الثانية فيما يتعلق في الأوتبوت وديسبلينج الأرقام على 7 سيجمنت، وبينا كيف نعمل على طريق 7 سيجمنت هذه ايش علاقتها في الكود اللي حكينا عنه في في الأسايمنت تبعنا، ايش علاقتها في بعض في الكود البرمجي بيشتغل، كيف رمزنا الباينري باترن هان بالطريقة هذه هذه الرموز، وكيف عملنا اللوبس عشان تعد انفينيت لوب وتعد داون وتعد من 0 ل 9 وتعود من جديد، كله وضحناه. فبالتوفيق لكم جميعا.